كابتن احمد منور الدنيا والف مليون مبروك، اداء ممتاز كالعاده النهارده. حبيبي كابتن كريم، متشكر جدا على الكلام الجميل ده، وفرصه ان كابتن جهاد جريشه مع حضرتك. طبعا يعني كابتن جهاد جريشه انا كان ليا الشرف ان انا العب معاه مباريات كثيره، ولعبت معاه كاس امم افريقيا، ويعني طبعا بتشرف دايما بكابتن جهاد، ويعني فرصه جميله ان انا اسلم عليه واشكره على تحليله للمباراه. لا مبروك يا احمد، والنهارده شرفت تحكيم مصري كله، طاقم تحكيم مصري محترم، وان شاء الله المباركه الكبيره لطاقم التحكيم ان شاء الله في كاس العالم 2026 باذن الله. ربنا يخليك كابتن جهاد حبيبي، بشكرك جدا على الكلام الجميل ده حبيبي. كابتن احمد، عملتوا مباراه كبيره ومحترمه النهارده وسط كثير من الضغوط ما قبل هذه المواجهه، ما بين ناس بتقول انه لازم طاقم تحكيم اجنبي، في ظروف حصلت قبل المباراه، ظروف خارج الملعب، تفاصيل كثيره تحطكم تحت الضغوط، ورغم كده عملتوا مباراه بنسبه كبيره كانت رائعه جدا بشهاده الكابتن جهاد جريشه كمان. كابتن، هو كابتن احنا كنا الحمد لله مركزين من اول يوم جينا فيه، والحقيقه ان اللجنه قعدت معانا، ودايما في يوميا اجتماعات نتكلم مع بعض، بنحلل الحالات اللي كانت حصلت في اول مباريات، فالحمد لله كان التيم كله خايف على بعضه، حتى الناس اللي ما لعبتش ماتش الاهلي، كل الناس اللي كانت موجوده دي تستحق ان هي تلعب ماتش الاهلي والزمالك، بس هم كانوا فرحانين للتيم اللي هيلعب، فده في حد ذاته بيخلي يبقى فيه نجاح وتوفيق كبير من ربنا. النهارده احنا كنا فاصلين نفسنا عن اي احنا كنا سامعين طبعا عن موضوع الحكام الاجانب واستخدام حكام اجانب، بس احنا رضينا في الملعب، وشايف ان احنا لازم ندي الثقه لنفسنا اكثر من كده، تمام، في كل حاجه، يعني مش كل حاجه يبقى فيها خواجه، مش شرط، والله احنا ممكن ننجح من غير اجانب، وبشوف ان احنا كان في مباريات في الدوري استخدام حكام اجانب حرفيا كان عندهم اخطاء مؤثره جدا على نتيجه المباراه. لا الحمد لله النهارده كان ربنا موفقنا وكرمنا، وكان اداء يعني كلنا فرحانين الحمد لله كابتن كريم. صحيح. كابتن احمد، حسام طه حكم مساعد في مباراه اليوم، مباراه نهائي كاس السوبر المصري ما بين الاهلي والزمالك، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.